في هذه الحلقة سنتعرف على 10 معلومات لابد أن تعرفها عن الديانة البهائية. طلب بسيط قبل بداية الفيديو، فقط نوع من التشجيع. نريد منكم مساعدتنا على إيصال هذا الفيديو إلى 5000 لايك. تأسيس الدين البهائي. كان لابد من ظهور شيء جديد قد يكون على شكل دين بديل مثلاً، ومن هنا في إيران سنة 1844 حين أعلن بهاء الله عن نفسه كنبي من أنبياء الله الذين لم ينقطع إرسالهم بعد، وحاول الأخير إلغاء كل الأديان السماوية بخطوته تلك، حين أسس بالفعل دين جديد أسماه الإيمان البهائي. علاقتهم بالإسلام. يتفق كل علماء المسلمين على أن البهائية ليست فرقة أو مذهبا من الإسلام، وقررت المحكمة الشرعية العليا في مصر أن الدين البهائي دين مستقل عن الدين الإسلامي، وينظر كثير من المسلمين لمتبعيه على أنهم كفار خارجون عن الملة، وذلك لأن البهائيين يعتقدون بأن مؤسس البهائية هو رسول موحى له جاء بعد رسالة الإسلام، فالمسلمون يؤمنون كما يؤمن العديد من أتباع الشرائع الأخرى كالمسيحيين واليهود بأن رسالتهم هي آخر الرسالات السماوية. نظرتهم للرسل والأنبياء. في الدين البهائي يعتبر أن التاريخ الديني قد تكشف من خلال سلسلة من الرسل الإلهيين، كل واحد منهم أنشأ الدين الذي كان مناسباً لاحتياجات الوقت وقدرة الشعب، وشملت قائمة هؤلاء الرسل رسل الأديان الإبراهيمية موسى وعيسى ومحمد، فضلاً عن رسل من الديانات الهندية مثل كريشنا وبوذا وغيرهم. تعاليمهم. البهائية هي إحدى الديانات التوحيدية والتي تؤكد في مبدئها الأساسي على الوحدة الروحية للجنس البشري، وترتكز الديانة البهائية على 3 أعمدة تشكل أساس تعاليم هذه الديانة: وحدانية الله، أن هناك إله واحد فقط وهو الله الذي هو مصدر كل الخلق. وحدة الدين، أن جميع الديانات الكبرى لديها نفس المصدر الروحي وتأتي من نفس الخالق. ووحدة الإنسانية. من هو المهدي المنتظر؟ يربط البهائيون بداية تاريخهم بوقت إعلان الدعوة البابية في مدينة شيراز، إيران سنة 1844. كانت البابية قد تأسست على يد علي محمد بن محمد رضا الشيرازي الذي أعلن أنه الباب لمن يظهره الله وأنه هو المهدي المنتظر. من هو عباس أفندي؟ عباس أفندي الابن الأكبر لبهاء الله والمعروف باسم عبد البهاء هو الشخصية المركزية الثالثة في الديانة البهائية، عينه والده خليفة له بعد وفاته، وكذلك هو الشخص المخول لتفسير وتبيين آثار بهاء الله كما ذكر في الكتاب الأقدس وفي وصيته كتاب عهدي. يعتبر البهائيون عبد البهاء هو المفسر الرسمي لكتابات وآثار بهاء الله، وهو المثل الأعلى لتعاليم بهاء الله، ومهندس النظام الإداري البديع الذي وضعه بهاء الله. كان دائما يصر على أن يتخذ لنفسه مقام العبودية والخدمة، وخلال فترة إدارته للجامعة البهائية تبنى لقب عبد البهاء، وظل الجميع ينادونه بذلك حتى اليوم. انتخابات بيت العدل الأعظم. لا يوجد في الدين البهائي رجال دين أو كهنة أو قساوسة، وفي بنية المجتمع البهائي تناط إدارة وتنظيم شؤون البهائيين إلى المجالس المنتخبة والتي يرأسها بيت العدل الأعظم وليس الأفراد.
يتألف بيت العدل الأعظم من 9 أعضاء يتم انتخابهم كل 5 سنوات من قبل أعضاء المحافل الروحانية المركزية حول العالم. العهد والميثاق البهائي. أسس بهاء الله مبدأ العهد والميثاق للحفاظ على وحدة المجتمع البهائي ومنع التحزب والانقسام. وفقاً لهذا المبدأ حدد كيفية استمرار عملية الهداية ومن يخلفها من بعده، وتبيين وتفسير كتاباته بتعليمات جلية واضحة ومكتوبة. المعتقدات البهائية. وحدانية الله. يؤمن البهائيون بالله الواحد الأحد الأزلي الأبدي وخالق الوجود. وحدة الأديان. يعلم بهاء الله أتباعه أن أصل كل الأديان واحد. استمرارية الهداية الإلهية وتتابع الرسالات. استمرارية الهداية الإلهية هي أحد المعتقدات الأساسية في الدين البهائي. العبادة في البهائية. حالة الدعاء. إن حالة الدعاء والمناجاة مع الخالق سبحانه وتعالى مهمة للغاية، فكلما كان القلب صافياً ومنزهاً عن شؤون الدنيا، كلما كان الحديث مع الخالق عز وجل أكثر لطافة وحلاوة. الدعاء والمناجاة وقراءة الآيات الإلهية. يعتقد البهائيون بأن الدعاء والمناجاة ضروري لنمو الفرد الروحاني وحيويته، فمن خلاله يمكن للمرء أن يتواصل مع الله ويعبر عن محبته له ويلتمس منه التأييد. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ونذكركم أن هدفنا الأساسي نشر المعلومات لثقافة بلا حدود. لقد عملنا جاهداً لجمع هذه المعلومات وإيصالها لكم بشكل مبسط وسريع، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم، وشكراً لحسن المتابعة.